وفي نفس الإطار، يعني إطار هذه القمة، وزي ما قال سيادة السفير محمد حجازي، النهاردة كان في تعزيز وتأكيد على العلاقات وتقوية الروابط اللي بتجمع ما بين هذا المثلث المصري القبرصي اليوناني. النهاردة شهد القادة توقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة على مذكرات تفاهم ما بين مصر وقبرص واليونان في مجال الربط الكهربائي، اللي كنا دايما بنقول لحضراتكم ان هيحصل هذا الربط الكهربائي، فالنهارده بنشوف توقيع مذكرات التفاهم تمهيدا للتنفيذ ان شاء الله. كذلك يعني كان في برضه توقيع مهم للسفيره نبيله مكرم وزيره الهجره وشؤون المصريين في الخارج على مذكرات تفاهم بحضور القاده الثلاثه ما بين الدول الثلاثة لتعزيز الروابط. وطبعا حضراتكم عارفين مبادرة مد الجزور اللي كانت بتجمع أو بتقوم بها وزارة الهجرة مع الجاليات المصرية وأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين وحتى من اليونانيين ومن القبارصة اللي طبعا كان ليهم وجود في مصر، فالعودة إلى الجزور برضو هي واحدة من الروابط اللي بتجمع ما بين هذا المثلث مصر وقبرص و اليونان. نفهم أكتر إيه اللي هيحصل بعد توقيع مذكرة التفاهم للربط الكهربائي ما بين الثلاث دول من دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. دكتور أيمن مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، تحياتي يا دكتور عام وتحياتي متابعينا الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة الخطوة اللي حصلت النهاردة وتوقيع الدكتور شاكر لمذكرات التفاهم مع نظير القبرصي ونظيرته اليونانية، أعتقد ده فندم يعني كان خطوة متوقعة، ولكن السؤال ماذا بعد وإيه الفائدة المرجوة من هذا الإطار أو هذا توقيع الاتفاق الإطاري أو مذكرات التفاهم؟ هو طبعا خلينا يعني ناخد يعني خطوة للوراء أو يعني ماذا قبل الأول علشان نصل لماذا بعد. ماذا قبل؟ إن إحنا الطفرة الكبيرة اللي حصلت عندنا والاحتياطي من الطاقة بصفة عامة، إنتاج الطاقة الكهربية اللي بيتخطى 25%، زيادة في نسبة الطاقات المتجددة، تقوية الشبكات، هو ده اللي خلانا نصل للنقطة اللي احنا موجودين فيها، إن أصبح إن الحمد لله إن فعلا ترجمة لرؤية سيادة الريس إن بقت مصر فعلا يعني إن شاء الله في القريب تبقى فعلا مركز محوري لتبادل الطاقة، بمعنى إن اللي بعد كده هيبقى يعني طبعا المذكرة التفاهم ديت سبقتها مذكرة تفاهم ثنائية ما بين مصر وقبرص وبين مصر واليونان في أيضا الربط الكهربي. صحيح. النهارده الربط مذكرة التفاهم للربط الثلاثي. ده ربط ثلاثي يا فندم، عشان في ناس بتقول طب ما احنا كان في مذكرات قبل كده وشغل على الربط ما بين مصر وقبرص واليونان، لكن ده الربط الثلاثي مش الثنائي بس. مظبوط مظبوط، عشان كده كنت بقول لحضرتك ان هو ان كان في سبق دوت، يمكن سيادة الرئيس اشار لكده ان سبق الربط دوت او التوقيع دوت كان في توقيع لمذكرتين، كل مذكرة ثنائية ما بين مصر وقبرص ومن مصر واليونان، وبالتالي هي طبعا بيجي بعد كده هوت بقى الدراسات الخاصة بقى بتنفيذ هذا الربط، يعني التكلفة، الحاجات الفنية، كل ما يتعلق بقى بالخطوات التنفيذية الخاصة بتنفيذ هذا الخط الربط. طيب اتفضل فهم. ولكن طبعا لما بيكون في اهتمام بين الدول، ودي خطوة كنا مهتمين جدا، الثلاث دول كانت مهتمية بها جدا ان هي تتم ونصل ليها، علشان بعد كده ان هي طبعا المردود بتاعها هيبقى على كل هنا المردود، يعني احنا عارفين يا فندم ان الربط الكهربائي زي لما كنا بنتكلم برضو مع حضرتك بالنسبه للربط مع المملكه العربيه السعوديه، فاوقات الذروه بالنسبه لنا غير المملكه وقت الذروه بتاعتها في استهلاك الطاقه فتره الظهر عشان الحراره الشديده خصوصا في الصيف، احنا فتره الذروه في الغالب بتبقى مسائيه، فبيحصل هنا التبادل في الشبكه، ولكن مع قبرص واليونان يعني وجه الاستفاده هيبقى ازاي في الربط الكهربائي؟ هو ده ايضا ده برضه هيخش في موضوع بتاع الدراسه او يتضمن الدراسه، ولكن خلينا نقول لكام نقطه. اول نقطه ان واحنا ملاحظين كده ومتابعين مدى احتياج العالم دلوقتي للطاقه وخاصه اوروبا للطاقه والحصول على الطاقه والطاقه الكهربائيه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان اوروبا مهتميه جدا بالحصول على الطاقه من مصادر متجدده. صحيح. دي نقطة برضو مهمة جدا، لأن إحنا
مش احنا بس، مش مصر بس، ده مصر وافريقيا كمان. ممكن مصر يعني الحمد لله خطت خطوات كبيره في زياده نسبه مشاركه الطاقات المتجدده فيما يسمى مزيج الطاقه، وافريقيا عندها من المصادر المتجدده كميه ضخمه جدا اللي تقدر تنتج بيها طاقات كبيره. وبالتالي ديت نقطه مهمه ان هي ان مش بس هيبقى تبادل، لا ممكن يبقى يعني في اتجاه تصدير هذه الطاقه الى اوروبا، وطبعا ده هيتبلور في داخل الدراسه وداخل الاتفاق. يعني جزء منه يا فندم هو تصدير الكهرباء المصريه، جزء منه مش بس ربط يعني. اكيد بالتاكيد، طبعا بالتاكيد، وهو ده يعتبر برضو النقطة الثانية ان بلورة، لان مصر تكون مركز محوري، يعني بمعنى تاني ان تصدير الطاقة من افريقيا الى اوروبا هيبقى من خلال مصر، وبالتالي دي نقطة مهمة جدا، وكمان هيبقى مصر نقطة للربط ما بين ثلاث قارات مهمين، مزبوط. افريقيا واسيا واوروبا، مظبوط، وبالتالي مرور الطاقة دي هيعود بالنفع مش على مصر بس، على كل الدول المشتركة في هذا الخط. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، شكرا جزيلا لوجود حضرتك.